بسم الله الرحمن الرحيم. بالفيديوهات الماضية حكينا كيف ممكن يصير الـ CSRF attack بغض النظر عن نوع request، هل هو post أو هل هو get. في هذا الفيديو بنشوف إحدى الطرق اللي ممكن نستخدمها عشان نمنع الـ CSRF attack. واحدة من الأشياء الأساسية ممكن نعملها إن نطلب منه معلومة سابقة، يعني مثلا نغير الباسورد نقول له أعطيني إيش هو الـ old password. فبهذه الحالة ممكن إن نمنع أو نصعب على الانترودر إنه يعمل CSRF attack. بس ممكن في بعض الأحيان لو بنغير على سبيل المثال الإيميل، يعني مش منطقي نقول له أعطيني الـ old email لأنه الأتاكر ممكن بيعرف إيش هو الإيميل، مش إشي confidential. بس هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن نستخدمها. إشي تاني إنه نعمل generation لرقم بشكل عشوائي وبنضيفه للصفحة، يعني مثلا خلينا نعمل هنا عملية login. ريسيت للباسورد، نشوف البيج سورس بدي فيه رقم، هذا رقم عشوائي بنضاف على الصفحة، وبنفس الوقت بتخزن عند السيشن الخاص باليوزر. لما نعمل عملية سبميت راح يصير مقارنة ما بين هذا الرقم والرقم اللي موجود عند اليوزر. مثلا خلينا على الصفحة مرة تانية، نشوف هنا في عنا رقم عشوائي تاني، فكل مرة بندخل على الصفحة بصير في رقم عشوائي جديد. هلا نحط له مثلا الباسورد، يعني عملية سبميت اوريدي غير لنا الباسورد. هذا الرقم الانترودر المفروض انه ما بيعرف هذا الرقم، فلو انترودر حاول يعمل CSRF attack، يعني نفترض هون مثلا عملية لوجن، اجى الانترودر على سبيل المثال بده يعمل اتاك، حتى لو اخذنا اخر رقم استخدمناه، نشوف البوست ريكوست لما غيرنا الريسيت للباسورد، هذا هو، حتى لو اخذنا اخر رقم استخدمناه وجينا حطيناه هنا وفي اوكي، ناخذ الـ URL نبعته لليوزر، اريد اليوزر عامل لوجن، في عندنا session active، نضغط enter اعطاني error message. ولو نرجع هون مثلا اوكي اعطاني سبيل المثال error message method is not allowed. طيب نشوف الـ implementation كيف عملنا، ايش اللي عملناه. في البداية اول ما يعمل loading للصفحة، ايش الاشي اللي بدنا نعمله؟ بدنا نخزن session معين، يعني نعمل generation لتوكن بشكل عشوائي، وهذا التوكن نخزنه بداخل يلي هو session، سيشن خاص باليوزر، سمينا هذا السيشن او سمينا الفاريبل توكن خاص بالسيشن الخاص باليوزر. طبعا هنا يعني اوريدي اذا كان الريكوست عبارة عن بوست، انه اوكي اليوزر دخل على سبيل المثال الباسورد والباسورد الجديد وعمل عملية سبميت، يعني ما بده يرجع يعمل سيشن اي دي او توكن واحد جديد. فاذا كان الريكوست عبارة عن جيت، يعني اول ما يعمل لودينج للصفحه بدي اياه يعمل جنريشن للتوكن، لو ما كان عباره عن جيت كان عباره عن بوست لا ما بدي اياه يعمل، بدي اياه يعمل عمليه مقارنه. ايش بدي يقارن؟ بدي يقارن التوكن. طب هذا التوكن من وين اجى؟ عباره عن بوست. او قبل ما نيجي هون خلينا نشوف تحت بس. هلا بعد ما عملنا هون عملنا جنريشن ل راندوم نمبر وخزناه داخل السيشن توكن، اجينا اضفنا هيدن فيلد، هذا هو هيدن، سميناه توكن وحطيت فيه القيمة السيشن اللي عملنا لها جنريشن قبل شوية. اوكي بعدها لما يجي اليوزر يعمل عملية سبمشن ويجي يحط يوزر نيم وباسورد، ايش اللي راح يعمل البرنامج؟ اوكي هو عبارة عن بوست ريكوست، راح يجي يقارن القيمة اللي اجته
من الانبوت فيلد من الهيدن فيلد راح يجي يقارنه مع القيمة اللي مخزنة داخل السيشن توكن. إذا كانوا ايكوال راح يمشي ويكمل عملية البروسيسنج، لو ما كانوا ايكوال بهذه الحالة راح يعطيني ايرور مسج. هلا كل ما اليوزر يجي يعمل يغير الباسورد اليوزر نيم والباسورد، لما يجي يغير اليوزر نيم والباسورد بيجي بيعمل ديليت للسيشن كاملة. يعني هون إذا غيرنا اليوزر نيم والباسورد وكل شيء بيعمل ديستروي للسيشن، فبهذه الحالة التوكن اللي استخدمناها أول مرة ما بنقدر نستخدمها ثاني مرة. كيف ممكن يصير أتاك بهذه الطريقة؟ لو أجى اليوزر على سبيل المثال login اوكي خلينا نحط داخل يوزر نيم والباسورد لو اجى اليوزر دخل على هذه الصفحة reset password وبعدين طلع اوكي والانترودر عرف ايش هو السيشن اي دي الخاص باليوزر، سوري مش السيشن اي دي، التوكن، وعرف ايش هو التوكن، فبهذا الحالة يعني اوريدي صار في توكن والتوكن ما استخدمه اليوزر، والانترودر عرف شو هو هذا التوكن واخذ التوكن هنا وخزنه كنترول اس، بعدها نعمل هون عملية كوبي وبعت اللينك لليوزر، فبهذه الحالة تغير الباسورد. فاللي صار انه اليوزر دخل على الصفحة صار في عنده توكن، بس هذا التوكن ما استخدم هذا التوكن، فبهذه الحالة والانترودر عرف ايش هو التوكن، المفروض يكون الكونكشن ما بين اليوزر وما بين السيرفر يكون انكربتد، فاحتمالية انترودر يعرف ايش هو التوكن المفروض تكون احتمالية كتير كتير قليلة. بس لو اليوزر اخذ توكن وما استخدم هذا التوكن والانترودر عرف ايش هو التوكن، فبهذه الحالة ممكن يصير في عملية اتاك ان الانترودر يستخدم هذا التوكن. هلا التوكن احنا بنستخدم يعني بهذا الكود اللي احنا كاتبينه التوكن بنستخدمه مرة واحدة، بس لو ما استخدمنا التوكن والانترودر عرف ايش هو التوكن فبهذا الحالة ممكن نعمل دي. هلا من الاشياء التانية ممكن انه نعملها كبرنامج انه نخلي السيشن مثلا انه التوكن يكون او يكون لها فاليديتي معينة على سبيل المثال، او السيشن يكون فاليد لفترة جدا قصيرة، فبهذا الحالة بعد فترة من الزمن التوكن ما راح تكون يعني اوريدي السيشن ما راح يكون اكتف، واذا دخل يوزر عمل مرة تانية عملية لوجن راح يتخزن له السيشن جديد، فبهذه الحالة الفاليو للتوكن المخزن بالسيشن راح تتغير او راح تنحذف، الا اذا اليوزر رجع ودخل مرة تانية على صفحة الريست باسورد وما عمل عملية ريست للباسورد الخاصة فيه. فهذه واحدة من الطرق اللي ممكن نستخدمها مشان نصعب خلينا نحكي على الانترودر انه يعمل السي اس ار اف اتاك، انه نعمل توكن معين وهذا التوكن بنخزنه بالسيشن اي دي، ولما يجي اليوزر يعمل عملية سبميت بده يخزن التوكن الموجود بالصفحة مع التوكن الموجود بالسيشن اي دي، if they are equal فبهذه الحالة بيعمل عملية خلينا نحكي تشينج باسورد، لو ما كانوا ايكوال ما راح يسمح لهذا الريكوست انه يمشي.